عندنا مزمة ثانية براكتيكال اللي هي السيرم جلوكوز تيست من دكتور. عندنا التيست الأول اللي هو الجلوكوز. الجلوكوز تيست is important blood test used for measuring the amount of the sugar salt glucose in the blood. حلو، الجلوكوز هو نوع من أنواع blood test. زين، ونسحب منه كميات من السكر نسميها جلوكوز الموجودة بالدم. شلون يجي فراغ، يعني مثلا فراغ is type of، انت تعرف من تشوف جلوكوز وتشوف شوجر رأسة تخيل ببطن الفراغ جلوكوز. عندك هنا التعريف الثاني اللي هو جلوكوز is monosaccharide، هو احادي التسكر. بس انت لا، انت ثنائي. زين، is the most important carbohydrate in biology، هو يعتبر من اهم الكربوهيدرات بالبيولوجي. عندك هاي الورقة ما لها أي معنى. في عندك أربع أنواع إنه تسحب منها الجلوكوز. عندك الـ FBS اللي هو الفاستنج بلاد شوجر، وهو تستخدم بعد 8 ساعات لأول وحدة. ثاني يستعمل بعد ساعتين اللي هو الـ 2 hour post، تستعمل بعد ساعتين بعد 2 hour after start eat meal، من بعد الوجبة. راندوم اللي هو جلوكوز ليفل راندوم اللي يصير بشكل عشوائي، هذا النوع الثالث. الاورال جلوكوز اللي هو بالفم، يعني اعتقد تاخذ سواب تحركه بالفم ونشوف شلون يعني يكون مقدار الجلوكوز بهذا التيست. المهم عندك هاي الاربع انواع تقدر تسحب منها الجلوكوز تيست او تستخدمها، كلهم تعتمد على الدم على البلاد. زين، عندك البرنسبل مالتك الانزيماتيك ميثود، الطريقة الانزيمية اللي هو الجلوكوز اوكسيدايز. احنا نعرف شكو اوكسيدايز ASE اللي هو الانزيم، راح يتحول الى اوكسيديشن، با يصير كاتالايز ذا اوكسيديشن. يعني شلون يصير مثلا فراغ جلوكوز اوكسيد، هذا فراغ يعني تو كاتالايز ذا فراغ اوف جلوكوز، يعني تيجي هاي الفراغات هاي الاسامي. زين، عندك جلوكوز تو هيدروجين باركسايد اند، حلو هاي من يصير اوكسيديشن شو يتكون لك؟ راح يتكون لك مكونين، الهيدروجين بيروكسايد والجلاتيك اسيد، حمض الجلاتيك. زين، هنا اكو الفينول اللي هو الريد كومباوند، با فينول ريد كومباوند. شلون كوننا الفينول؟ احنا شلون كوننا الفينول؟ فاحتاجين الى هيدروجين بيروكسيد كومباوند وذ 4 امينو ترايفول، يعني هذا وهذا تراك بوكسوية. فش كونوا لك الريد كومباوند. زين، الكثافة مال اللون الاحمر شلون انتجت؟ زين، عندك الكثافة الحمراء الناتجة من هذا اللون شنو سببها؟ اللي هو الجلوكوز كوانتيتي، كمية الجلوكوز عالية ادت الى انه يكون فد لون كثيف احمر. عندك الماتيريالز عندك اربع انواع الماتيريالز، لو سامبل انت تاخذ مثلا من البلازما، لو دم لو بول. زين، عندك المايكرو بايبيد، عندك التيوب، عندك سنترفيوج. اكو جلوكوز كيت، شنو موجود بهذا الكيت؟ اكو ريجنت، هذا الكاشف. عندك هذول انواع الكواشف، ما هذول ما ادري كم نوع. وعندك الستاندر بي جيليكوز. بروسيجر هي خطوات العمل غير مطلوبة منك. عندنا البيربس، شنو هو الهدف؟ الهدف مالتي هو مرضاة الله، هاي الاول. بعدين اهدافنا الثانية اللي هي شنو؟ دايابيتس اللي هي مرض السكري، نعرف النوع مالته من تحليل جلوكوز تيست اللي هو لو نشوف النوع الاول او الثاني. الاول اعتقد ما السمنة، اعتقد الوراثي الاول، والثاني ما السمنة. هنا دايابيتس تريتمنت، يعني تعطي العلاج مال السكر. عندك الهدف الثالث وهو تشيك دايابيتس ديورينج بريجنسي، يعني فحص السكر في فترة الحمل.
وهم يحسب القياس الابنورمال اوف هايبوغلايسيميا اللي هي فترة يقل السكر او نقصان السكر، مرض نقصان السكر.